مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج من جهة رابعة. مع تكرار حوادث تعذيب المعتقلين في عدد من المعتقلات العراقية، تشير تقارير منظمات حقوقية محلية ودولية أن هذا العنف بات الملف محور انتقادات واسعة أمميا وعراقيا. جدل واسع أثارته قضية تعذيب الشاب العراقي علي الجبوري على يد الأجهزة الأمنية في محافظة بابل واعترافه بقتل زوجته وحرقها، ولم يدر في خلد المحقق في الجريمة بأن اعتراف الشاب علي سينقلب ضده في حال ظهور الزوجة، وهو ما حصل بالفعل، حيث تلقى جهاز الأمن الوطني بلاغا آخر بوجود المرأة في محافظة الديوانية ليبدأ التحريات عنها، وتمكنت الأجهزة المتخصصة من العثور عليها وإخلاء سبيل الشاب علي وأسرته. وزارة الداخلية وصفت الحادثة بأنها تصرف فردي. القضية أثارت ردود فعل غاضبة جدا من قبل العراقيين. لنتابع هذا التقرير ونعود. قانون العقوبات 111 لسنة 1969، المادة 333، يعاقب قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل في المادة 333 منه بالسجن أكثر من 5 سنوات إلى 15 عام، أو بالحبس من يوم واحد إلى 5 سنوات. كل موظف أو مكلف بخدمة عامة عذب أو أمر بتعذيب متهم أو شاهد أو خبير لحمله على الاعتراف بجريمة أو للإدلاء بأقوال أو معلومات بشأنها، أو لكتمان أمر من الأمور، أو لإعطاء رأي معين بشأنها، ويكون بحكم التعذيب استخدام القوة أو التهديد. إذن مشاهدينا، التقرير واضح بشأن الممارسة العنيفة ضد المعتقلين والجزاء القضاء العراقي بذلك. إذن عدنا اتصال. تمام، علي من الأنبار، أهلا وسهلا علي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. علي، شنو رأيك بظاهرة التعذيب وشون نقدر نحد من عدها؟ والله يا ستي هناك يعني حالات يرثى لها بالسجون العراقية، خصوصا مكاتب الإجرام. يعني حالات تعذيب ما لها حدود ولا تخلص، فإحنا نرجو أنه تفعيل دور رقابي على المكاتب الإجرام من خلال استخدام يعني شلون نقول التحقيق ما يقتصر فقط على ضباط الإجرام، أنه تجي بعض المحققين من القضاء يعني مجلس القضاء. طيب، أنت شهدت بعض حالات التعذيب؟ نعم، موجودة حالات التعذيب. أها، أوكي، تمام، شكرا جزيلا لك علي من الأنبار. إذا مشاهدينا، التعذيب مهما كان مقداره يسيرا لانتزاع الاعترافات، فهو ممارسة مرفوضة سماويا واجتماعيا وإنسانيا ودوليا، مهما كانت المبررات والأسباب التي تقف خلفها، لأنها تتعارض مع أبسط مبادئ حقوق الإنسان. إذا مشاهدينا، نذكركم بسؤال الفيسبوك وناخذ بعض التعليقات. السؤال يقول: كيف يمكن إنهاء ظاهرة تعذيب المعتقلين وانتهاك حقوق الإنسان في السجون العراقية؟ ناخذ بعض التعليقات. تعليق من بلال يقول: من خلال إشراك ممثلين من منظمات المجتمع المدني ومتخصصة بحقوق الإنسان وتكون داخل مراكز الشرطة. هذه واحدة من التعليقات. إذا عندنا اتصال من هاجر من ديالة. أهلا وسهلا هاجر. أهلا وسهلا بك ستعين. أهلا وسهلا، شو رأيك بموضوع حلقتنا اللي يتحدث عن العنف ضد المعتقلين داخل السجون العراقية؟ تفضلي. ست، هواي اكو ناس في السجون نايمة مظلومة، هاي يعني أحد هاي الناس. أنا طالبة بحقي، عندي أخ معتقل وش اسمه حكم عليه مؤبد يوم 26 بالشهر يوم زين. الأحد. تتوقعين أخوك مظلوم؟ نعم. تتوقعين أخوك مظلوم؟ أكيد مظلوم ست، مو بس أخوي، أنا في العالم مظلومة.
طيب يمكن اخوي عنده مني طالب بحقه ويناشد ويدور وراه، لكن هواي ناس نايمه بالسجن ظلم. طيب هو اعترف بالجريمه؟ الست اعترف هو بالجريمه من التعذيب، يعني هالقد ما ضار بيه، حتى وحده من اذاناته مسجوره دم ومدى يسمع بيها اساسا. طيب قدم شكوى للقضاء بانه هو الاعترافات انتزعت منه اثناء التعذيب؟ من وقف قدام القاضي، القاضي ابراهيم حسين ابراهيم من اهالي الحويجه طبعا، وقف قدام القاضي وقال له سيد القاضي انا اعترفت من التعذيب. زين. وامام الضابط، الضابط اعترف بهذا الشيء، قال نعم انا عذبته وضربته وكذا وكذا سويت بيه واعترف. وما اتخذت اي اجراءات ضد الضابط؟ لا لا ما اتخذوا اجراءات ضد الضابط. والقاضي له علم، يعني عنده علم بان اخويا بسبب التعذيب اعترف عن نفسه. اكيد صوتك راح يوصل للجهات المعنيه، وان شاء الله كل مظلوم بالسجن يطلع باقرب وقت. شكرا جزيلا لك هاجر عفوا من ديالى. إذا مشاهدينا، الدستور العراقي وفي المادة 37 منه يحرم جميع أنواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الإنسانية، ولا عبرة بأي اعتراف انتزع بالإكراه أو التهديد أو التعذيب، ولا المتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي أصابه طبعا وفقا للقانون. إذا أي متعذب بالسجون العراقية عليه أن يقدم هذه القضية إلى القضاء، وإن شاء الله يأخذ كل متهم نصيبه وكل ضابط مارس العنف ضد المعتقلين جزاء. إذا أدنى اتصال كريم من بغداد. أهلا وسهلا كريم. ألو كريم. ألو. تفضل. ألو. كريم أنت على الجو. حوادث تعذيب المعتقلين شنو رأيك بها؟ والله هاي جريمة لا يمكن، يعني لا تغتفر. والحال السلام عليكم كريم. اسمعني من التليفون ولو زحمة، نصي صوت التلفزيون عندك. من التليفون. أنا عندي ابني. نعم. ابني اتهم بجريمة قتل. نعم. والحكم عليه بالإعدام. زين. والصادق الحكم ماكل. زين زين. سبحانه وتعالى انه ظهر المجرم الحقيقي. زين عيني الحمد لله انه ظهر. طيب هو ابنك اعترف على نفسه انه هو قام ب اعترف على نفسه بعد ما خلعوا ايديه وسووا لي جنازه. اوف. وهاي صار السنه الطالعه. صار لها سنه؟ وطلع المجرم الحقيقي بالإصابة بالإثبات وكشف الدلالة وبالمنطقة. كريم وين محكوم؟ بأي سجن كان؟ هسه حاليا ذابينا بالناطرية. بعده بالسجن؟ زين المتهم الحقيقي مو ظهر؟ بعده بالسجن. ليش؟ والقاتل ظهر والإفادة مالت القاتل اللي كتبها القاضي بإيده. زين ليش بعده بالسجن كريم؟ ابن حضرتك ليش بعده بالسجن إذا القاتل ظهر؟ يقولوا لي لما يحكم المجرم القاتل. زين الافاده ما تجبتها عندي وتردون اثبات عندي. طيب قدمتوا شكوى ضد الضباط اللي اعتقلوهم؟ ما حد يسمعني. طيب اتجهت الى منظمات حقوق الانسان كريم؟ اتجهت الى منظمه لحقوق الانسان؟ رحت لمنظمه حقوق الانسان وعندي الدليل واثباتي الكتب عندي. زين. وما صار شيء؟ ما صار شيء لحد الان. لا اله الا الله. واريد منكم من الله ومنكم توصلون صوتي. ان شاء الله ان شاء الله يوصل صوتك. للمسؤولين اكو ناس شرفاء ممكن يزعلوا. ان شاء الله يا رب. العائله قشرت، الجهاله راحوا وانضمروا، صار لها 9 سنين بالسجن. يا الله. وهذا ما يجوز، لا الله يقبلني ولا رسوله. الله يعينكم، الله يعينكم ويعين كل عائلة عندها هيك متهم ومعتقل. الله يسلمك، شكرا جزيلا لاتصالك كريم من بغداد. طبعا احنا نأسف جدا لهكذا حالات، نتمنى من القضاء العراقي انه يكون موقفه اقوى واكثر حزما بالنسبة لهذه الامور. اذا نرجع للتعليقات ونشوف تعليق من علي عماد. علي عماد يقول لازم نفتح مكاتب خاصة للتحقيق ونقل صلاحيات التحقيق من ضباط الشرطة إلى محققين ذوو اختصاص. أكيد علي صحيح. طيب تعليقات أخرى.
علي محمد علي يقول بإشراك مراقبين نفسيين من أطباء علم النفس والأساتذة الاختصاص، مهمتهم الإشراف بشكل دوري ومباشر. طبعا ممكن عندنا ضباط تحقيق يكون هو أصلا مريض نفسي سادي، عنده مشكلة، رايح متعارك بالبيت وجاي دي يضرب ويعتقل ذول الأبرياء ويقتلهم، على بود دي ينتزع من عندهم اعترافات. أكيد لازم يكون أكو اختصاص علم نفس موجود يراجعون الضباط الداخلية ويشوفون الإجراءات اللازمة. زين، عندنا اتصال من خالدة من الموصل. أهلا وسهلا، مية هلا. مرحبا. أهلا وسهلا خالدة. أنا عندي أخويا معتصم. زين. أخذوه على موت بنت. أي. وبعدين خلوه يحترق بس من عنه على شيء هو مسويه جرم. زين. طلعت مسح ميداني عليه مرتين نظيف، المنطقة كلها تشهد له. زين. وقاموا هم سووا حكموه بالإعدام. دزلنا الصليب الأحمر رسالة له. يعني احنا حتى مجتمعنا ما صدقنا، يعني هو صغير صرف مرة. طيب هو اعترف؟ أنا يعني خالده هو اعترف؟ ها؟ اعتراف على جريمته؟ هو ما يعني حتى من وكان المحامي قال يعني اعترف على جريمته، بس هو اكو ادلة تثبت يعني الجريمة؟ لا ما اكو كل شيء، يعني المحامي القاضي الثاني كتب له يعني انه هو بريء كل شيء اللي عنده. وظلوا قالوا على التنين، احنا ما عندنا يعني نروح نجي احد. يا الله. الله يعينكم خالده. إن شاء الله يا ربي صوتك يوصل. إن شاء الله صوتك يوصل للناس المعنية ويتخذون الإجراءات اللازمة بالنسبة لأخوك. إذن مشاهدينا نرجع لحلقتنا، وقلنا إنه الدستور العراقي يعاقب هذه الجريمة حسب المادة 37 من الدستور العراقي. إذا مشاهدينا بالرغم من كل الضمانات الدستورية والقانونية المنصوص عليها، إلا أن مفوضية حقوق الإنسان رصدت وجود العديد من ادعاءات التعذيب واستقبلت عددا من الشكاوى، إلا أنها لا تتناسب مع واقع حال التعذيب وإساءة المعاملة في المعتقلات ومراكز الاحتجاز، حيث لاحظت المفوضية هناك تخوف وعزوف كبير في تقديم الشكاوى حول ممارسة التعذيب بحقهم وانتزاع اعترافات وإثبات تهم منسوبة لهم باللجوء إلى التعذيب. طبعا بعثة الأمم المتحدة في العراق يونامي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان أصدرت تقرير مفصل يسلط الضوء على ظاهرة التعذيب وسوء أوضاع المعتقلين في العراق. يسعى التقرير لمنع التعذيب في أماكن الاعتقال في العراق بما في ذلك إقليم كردستان من خلال تحديد عوامل الخطر والحد منها والقضاء على الأسباب المحتملة. إذن نرجع على سؤالنا الفيسبوك وتعليقاتكم. نأخذ تعليقات من زيد أحمد عن طريق نقل التحقيق من مراكز الشرطة إلى مكاتب التحقيق القضائي الموجودة في المحكمة، يقتصر عمل مركز الشرطة فقط على أوامر إلقاء القبض. زيد يقول ألقوا القبض عليه في مراكز الشرطة بعدين حولوه إلى تحقيق قضائي في المحكمة للتخفيف من الألم والتعذيب اللي يصير في مراكز الشرطة وضباط وزارة الداخلية. تعليق آخر، فاخر البطاط يقول اختيار ضباط مهنيين أكفاء مع مراعاة حقوق الإنسان. أكيد فاخر اختيار الضباط المهنيين واللي يمتازون بذكاء ما يستخدمون أساليب العنف ضد المعتقلين. تعليقات أخرى، محمد عبد لا تنتهي إلا بإسناد التحقيق إلى محققين من القضاء وليس من الداخلية. إذن كل الناس تطالب بوجود محققين من المحاكم وليس ضباط من الداخلية. تعليق آخر من المحامي عزيز آر عزيز يقول حصر التحقيق بالمحقق القضائي اللي يكون مدني ومنع تدخل أي جهة أمنية بالتحقيق، كون عملهم هو تأمين أحضار المتهم فقط جهة تنفيذية والتأكيد على قضاة التحقيق بمراعاة حقوق الإنسان
وإلزامهم بذلك. إذن نأخذ الآن ضيفنا السيد علي العبادي رئيس مركز العراق لحقوق الإنسان، ينضم إلينا عبر سكايب. أهلا وسهلا سيد علي. أهلا وسهلا ست العزيزة. حضرتك رئيس مركز العراق لحقوق الإنسان، عندكم بالمركز إحصائية موثوقة بالأرقام عن عدد المتعرضين للتعذيب داخل المعتقلات العراقية، تفضل. تحية طيبة لقناتكم وإلى مشاهديكم الكرام. وبالتأكيد هذا الملف طبعا هو ملف جدا حساس وملف عميق، وخصوصا تكثر حالات التعذيب في الدول وفي المحافظات التي دائما تصيبها عدم استقرار سياسي وعدم استقرار اقتصادي وكذلك عدم تطبيق للقانون. بالنسبة لموضوع الإحصائيات، لا يمكن إحصاء عدد لحالات التعذيب في السجون، لكن العم الأغلب سيدة الكريمة حتى أقرب الصورة للمشاهد وكل المراقبين، أكيد بالتأكيد برنامجكم يعني هناك متابعين له، العم الأغلب من الذين دخلوا السجون سواء ضمن التصنيف الخاص بالسياسي أو لربما الجنائي وما شابه، العم الأغلب من السجناء والنزلاء تعرضوا إلى التعذيب حسب مشاهدتنا وحسب الشكاوى التي تصل لنا. لكن كإحصائية رسمية دقيقة للأسف الشديد لحد هذه اللحظة لم نحصل على إحصائية، لأن للأسف ملف يعني ملف ضخم ولا يمكن السيطرة عليه. بالتالي العام الأغلب كإحصائية بشكل عام، العام الأغلب تعرضوا للتعذيب حسب ما شاهدناه وزرناه وسمعناه. طيب وردتنا هسه اتصالات وأغلب المتصلين يقولون أنه عندهم محكومين تعرضوا للتعذيب وقدموا شكاوى إلى مراكز حقوق الإنسان، شلون تتعاملون ويا الناس اللي تجي يعني تعرض مظلوميتها لكم وتقول لكم يا ابننا أو أخويا أو زوجي تعرض للتعذيب، شلون تتعاملون وياهم؟ سيدتي الكريمة، يعني أنت تعلمين أن دور يعني المتخصصين في مجال حقوق الإنسان ضمن منظمات المجتمع المدني أو المراكز والمسجلة في لربما في علم الصحافة أو لربما منظمات المجتمع المدني أو لديها تعاون مع مؤسسات دولية، يعني تصنيفهم القانوني يكون هو رقابة وتوصيات، يعني إشراف وتوصيات. هذه طريقة التعامل التي نحن بالتالي قضية التعامل مع المشتكي، نقوم بتدوين بما يأتي إليه المشتكي وبالتالي نتحرك نحو القضاء. لكن هناك ملاحظة جدا مهمة وأحب أذكرها من خلال برنامجكم الكريم، وهي معلومة طبعا جدا مهمة. احنا بالنسبة لنا كمتخصصين في مجال حقوق الإنسان وغير تابعين للنظام وغير تابعين للسلطة، أتكلم بكل صراحة ولربما هو ليس بيأس، إنما هو كلام واقعي. نحن لا نعول على السلطة ولا نعول على أدوات السلطة. ما هي الأسباب؟ الأسباب مئات الآلاف من اللجان التحقيقية التي تم تشكيلها من قبل السلطة على مرار الحكومات المتعاقبة. طبعا أنا أتكلم على ما بعد 2003 باعتبار العراق مصوت على يعني قوانين منظمة ومصوت عليها في حقوق الإنسان، فأتكلم على هذه الحقبة. لا نعول عليها بسبب التقارير واللجان التحقيقية التي دائما تذهب أدراج الرياح. نحن حقيقة مستعد يعني إذا نستعد الآن إلى ملف جدا ضخم، ملف خاص بالتعذيب على مستوى ضرب المتظاهرين وقمعهم وملف الاغتيالات، إضافة إلى التعذيب في السجون. وأذكر بالتحديد يعني قضية مكتب الجرائم، وأنت تعلمين ماذا جرى في البصرة في الأيام المنصرمة. هذا الملف الآن بدأنا بتحرك على مستوى منظمة يعني محكمة لاهاي الدولية والأمم المتحدة وكذلك اللجنة الخاصة بقانون مناهضة التعذيب. طيب. بالتالي نحن نعول على تحرك دولي حتى بالتالي تحرج السلطة ولربما نخفف من حالات التعذيب التي تجرى في السجون. نعم. طيب سيد علي، ماذا تطلبون من الحكومة لتفعيل دور رقابي أكثر على المعتقلات العراقية وتقليل الحالات الشكاوى اللي نسمع عنها؟ صحة. نعم، يعني استمعت طبعا لبعض المشاركين، أعتقد لديهم يعني حس قانوني وحس إنساني جميل طبعا صراحة. يعني أولا يجب إشراك يعني أو وضع محقق عدلي. سيدة الكريمة، ضابط التحقيق مثل ما تفضلت وأنا استمعت لكلامك، بعض الضباط لربما يعني أنا تكلمت مع كثير من الضباط ضباط التحقيق يقولون أننا يعني
يعني الكثير من ملفات او الدعاوى الكيديه او ربما الجزائيه وما شابه، يقولون نحن لدينا كثير من الدعاوى في مراكزنا، بالتالي اذا تعاملنا في مجال حقوقنا والانظمه التي وضعتها الدوله بالتالي لا يمكن يعني انه نقضي او نتخلص من هذه الدعاوى وفق القانون، فنحن مجبورين انظر الى يعني مجبورين للتعذيب، مجبورين مجبورين يعني بالتعذيب. يعني هو هذا مبرر طبعا، انا اتكلمش طبعا يعني تكلمت معه مباشر يعني مو سمعته. طيب وين دور مختبر الاجهزه الجنائيه سيد علي؟ هذا هو الضابط من بس القوة. هو الضابط من ده يعتقل وده يعذب، دور مختبر الاجهزه الجنائيه وين؟ الادله لو هو يعتمد هو على الادله سيد الاعتراف سيد الكريم، انا او الاعتراف سيد الادله قبل القاء، بس حتى تكون المعلومه دقيقه. نعم. قبل القاء القبض اكيد هم عندهم مذكرات القاء قبض، يعني هذا شيء منتهين منه، لانه ما ممكن القاء قبض على متهم ما لم تكن هناك يعني مذكره من القضاء. زين. هذا منتهين منه، لكن يقول انه ننتزع المعلومات بالقوه بسبب كثره الدعاوى، فبالتالي مجبورين نستخدم القوه حتى ننتزع. المشكله مو هنا، سمعت البعض المتصلين ببرنامجكم يقول اثناء التعذيب، هل تعلمين الكثير من المشتكين الذي جاءوا لدينا عندما يذهبون الى القاضي ويقول لهم المشتكي، يقول انا تعرضت يعني للتعذيب، القاضي هنا ملزم وضمن القانون، لان تعرفين اللوائح دستور العراق الماده 38 الفقره جيم اولا تقول يحرم جميع انواع التعذيب النفسي والجسدي والمعامله الغير انسانيه ولا عبر باحتراق بالانتزاع والتعذيب. اذا هنا القضاء راح يتخذ القانون، بالتالي المتهم راح يرجع وين؟ يرجع للسجن. الضابط هنا شنو يتخذ؟ يقول له بس ترجع لي. طبعا هذا وياي شخصيا ويا اخوي صار، طبعا انا من احكي لك يعني صار ويا اخوي يعني دخلوا للجرائم على احداث التظاهرات، قالوا له بس ترجع لنا ترجع للسجن، بالتالي راح ندخلك بملفات اخرى ونخليك تتوقع على دعاوى. يعني تقصد انه حيرجعوهم لنفس المكان اللي تعذبوا به سيد علي؟ بالتالي حتى تمشي بقضيه اذا تسمعني، هنا الموضوع هنا المشكله جاي تصير. يعني احنا يرجعون المعتقل الى نفس المكان اللي تعذب به؟ احسنتي، نعم 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 احسنتي، يرجعونه. فالدوله خل تسمع، رئيس الوزراء خل يسمع، ومجلس القضاء خل يسمع من خلال قناتكم، وكذلك إن شاء الله منظمة العفو الدولية ومنظمة الاتفاقات التعذيب الجسدي، خلي يسمعون أنه ضباط التحقيق يتوعدون كل النزلاء وكل الذين يعني أثناء التحقيق يقولون إذا أنه رجعتوا أن بالتحقيق مرة أخرى بأنه تقولون قدام القاضي تعرض للتعذيب راح نرجعكم، وهذا تعذيب مرتين، مرة تعذيب جسدي ومرة تعذيب نفسي ويخوفهم. طيب احسنت، سالتيني قلت لي شنو المطلوب؟ اولا يجب ان يلغى موضوع ضباط التحقيق ويحولون ضمن المحقق العدلي او المحقق القضاء، هذا اولا. ثانيا يجب ان يدخلون بفتره مؤقته الان بما انه الوضع لا يسعفنا والضباط هم باعتبار اكثر، يجب ان يدخل ضابط التحقيق بدوره حقوق الانسان اضافه الى قضيه كيفيه انتزاع المعلومه بعيدا عن التعذيب من خلال الطرق الحديثه، يعني كل الدول الاوروبيه الان تتعامل بطرق حديثه انتزاع المعلومات، الا نحن في الشرق الاوسط وبالعراق بشكل عام لربما بالتعذيب النفسي والفكري والجسدي وكل هذه الامور حتى يتالي انتزاع المعلومات، هذا ثانيا. ثالثا يجب ان تشرك المجان المحليين والدوليين للاشراف على المراكز والسجون، اضافه الى قضيه يعني اقامه الدورات والورشات للضباط سواء كانوا محليين او دوليين، حتى بالتالي نخفف قضيه وحالات التعذيب التي تجري للاسف الشديد في السجون، اضافه الى الاماكن. سيدي الكريمه اذكر لك موضوع الدكتور احمد يحيى الذي تعرض ودخل في السجن اكثر من مرتان في البصره، يذكرني شخصيا يعني السجن لربما يعني في 50 نزيل، القانون يقول لا يجوز التعذيب النفسي والجسدي، هنا الضباط شنو يستخدمون في الجرائم؟ يستخدمون التعذيب النفسي، القاعة تحوي إلى 50، الضباط شو يسوون؟ يخلونه 250، 10 ينامون و 240 ما ينامون، يعني مثلا طبعا، بالتالي انه راح يصير ضغط على النزيل او على المتهم او على ربما المسجون حتى بالتالي يعترف وينجو بنفسه من هذه القاعة، والكثير من حالات كلش هواية بالآلاف، تقدر بالآلاف للمعتقلين المعذبين داخل المعتقلات العراقية.
نقدر نعتبر هذا انه هو ضعف من وزارة الداخلية او افتقارها لضباط محققين يمتازون بدرجة عالية شوية من الذكاء، بحيث بدل ما يعذب يحقق بطريقة محترمة على الأقل بعيدة عن التعذيب، شوية بيها ذكاء يستخدم دماغه بدل ما يستخدم إيده. ستي العزيزة أنت تقولين ضعف، هو مو ضعف رئيس الوزراء قبل أيام، أنت حضرت شاهدت الملف أي. قضية المعذب الذي تم علي الجبور يعني أخذ معلوماته بالحلة، رئيس الوزراء عندما التقى بالجاني والمزني عليه وأمام الملأ سواء الملأ المحلي والدولي، هذا إقرار من الدولة أن هناك حالات تعذيب تجري في السجون، هذا اعتراف ضمني من رئيس الوزراء القادم من القوات المسلحة. وليلة أمس غرد رئيس الوزراء وقال لا يمكن السيطرة على ملف حقوق الإنسان وقضية نرجع التعذيب. إذا أكو مشكلة بالضباط التحقيق، إذا ضباط التحقيق يفتقرون، إنما هي إنما الوزارة ليست ضعيفة، إنما هي ما فهمت قصدي سيد علي. أنا ما أقول الوزارة ضعيفة، دا أقول ضباط التحقيق قليلي الذكاء بحيث يستخدم إيده ما يستخدم دماغه. بالتأكيد قليلين خبرة، لأنه تكلمت لك أنه الضابط لم يدخل في دورات في حقوق الإنسان وفي علم النفس. يعني أنت هل تعلمين أنه عندما يتم القبض على المتهم يجب أن يتواجد معه المحامي، حتى لو دخل في مكتب مكافحة الإرهاب القاضي لربما يمنع المحامي لمدة 24 ساعة فقط. احنا الان السجناء يعني في السجون السريه لربما والسجون العلنيه لا يلتقي به ذويه والمحامي سيد علي عدة ايام، وهذا مخالف. اسمح لنا ابقى ويانا شويه، اسمع من عندنا اتصال من السيده خالده من الموصل، قبل شويه اتصلت ورجعت هسه عندها مشكله تريد تعرضها على الجو، فياريت تسمعها ويانا وخلينا نسمعها سوا. خالده تفضلي خالده انت على الجو. والله جهدي والله العظيم ابني ما عندي شيء، صغير طالب كان المدرسة وطلع الشطقة علي أخذه. ابنك لو أخوك خالدة بس اسمعيني، ابنك لو أخوك يا مواليد هو سووا مسح ميداني قالوا كل شيء ما عنده زين. جينا مسح ميداني جيران طلعت قالت يا أبا هذا ما عنده شيء، أشوف بعدين خذوا ودوا على الناصرية زين. وما نعرف شو نسوي، والله حالتنا ضعيفه لا عندي فلوس. ان شاء الله صوتك يوصل خالده، ان شاء الله يا ربي صوتك يوصل. سيد علي شنو ممكن نقدر نقدم مساعده لهيك حالات؟ طبعا قضيه المناطق، احنا حتى لا لربما البعض الذين يتصيدون في الماء العكر يقولون انتم تدافعون على المجرمين وعلى الارهابيين، القانون واضح وصريح، القانون واضح وصريح ويقول لا يجوز التعذيب لاي شخص داخل السجون. هناك محاكمة وهناك قضاء ويحكم ضمن العداله. هذا اولا. ثانيا انا من خلال قناتكم احب ان اوصل رساله، واحب ان اوجه دعوه، كل من تم تعذيبه في السجون العراقية، نحن كمتخصصين في مجال حقوقسان مقبلين على طرح ملف أمام المحافل الدولية، أولا إلى لجنة التعذيب، اللي هناك لجنة خاصة في قانون يعني المناهضة التعذيب، وكذلك في الأمم المتحدة لجنة حقوق الإنسان مقبلين على هذا الملف الضخم. فمن خلال قناتكم أوجه دعوة إلى كل من تم تعذيبه من قبل السلطات داخل السجون يتواصلوا معنا، حتى بالتالي ندون أقوالهم حتى نتهيئ لهذا الملف طرحه إن شاء الله قريبا في المحاكم الدولية ضمن القانون. وكذلك أقول من خلال قناتكم ضمن العدالة والقانون، كل ضابط قام بتعذيب مواطن بريء لن لربما ينجو من العدالة، هناك عدالة تنتظره ضمن المحافل الدولية. أي. سنقتص منه ضمن القانون وسننتصر لكل متهم. طيب. نتصل لكل سيد مظلوم علي. داخل السجون العراقية. الوقت ما يسمح لي، لكن عندي سؤال جدا مهم لحضرتك، شنو موقفكم من البرامج الإعلامية اللي تظهر على قنوات التلفزيون وتشهر بالمتهمين وتستفيد من عندهم إعلامية أن تجيب مشاهدات، وهو قد أصلا يكون هذا المتهم بريء وهو قاعد يشهر به ويفضحه هو وعائلته، شنو موقفكم من هاي القنوات؟ احنا بالنسبه لنا نقول بعض القنوات تحاول ان تصطاد بالماء الاكر، نقول على كل متهم بريء، لان تعرفين انت المتهم بريء حتى تثبت ادانته، وهذا يختص به القضاء لا نتدخل في امور القضاء، نقول
على القنوات التي تتاجر بموضوع المتهمين وخصوصا بملف قضية الحلة والبصرة. نعم. نقول كل من تضرر من هذا الموضوع يقدم شكوى للادعاء إلى القضاء وكذلك إلى المراكز المختصة بحقوق الإنسان يعني الغير يعني تابع للسلطة. سيد علي علي الجبوري المواطن علي الجبوري يقدر يقدم سيد علي المواطن علي الجبوري يقدر يقدم شكوى على القناة اللي عرضته وعلى الإعلاميين اللي ظهروا على وسائل التواصل الاجتماعي وشهرت به هو وأهله؟ بالتأكيد له الحق طبعا، ورئيس الوزراء يعني قضية أبو الحلة رئيس الوزراء أقر ضمنا بأنه هذا الشخص مظلوم، بالتالي يجب أن يقاضى القناة وكذلك الضابط والمقدم لأنهم كلهم مشتركين في الجريمة، بالتالي هذا موضوع قضائي يجب أن يقوم الضحية بإقامة دعاوى قضائية. احنا للاسف الشديد بعض المواطنين ست الكريمه يخافي. لا يلجا الى القضاء، يعني ربما بس يظهر امام الاعلام، هذا ما راح يفيد. أكيد. احنا الان بدنا نشتغل بشكل قانوني، خلي نلجا الى التجوين، خلي يكون سلاحنا القلم والدعوه والكتابه حتى بالتالي ننتصر للحق. إن شاء ما الله. ممكن ننتصر للحق بس بل ربما بالبرامج وما شابه. عذراً للمقاطعة سيد علي، لكن أنا مضطرة أقطع الاتصال، وقت البرنامج بعد ما يصبح. شكراً جزيلاً لك سيد علي العبادي رئيس مركز العراق لحقوق الإنسان، شكراً جزيلاً لك. إذن مشاهدينا، قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت أنه لا توجد ظروف مهما كانت استثنائية تبرر التعذيب أو أي شكل من أشكال الإفلات من العقاب. طبعا عندنا اتصال ابو شهد من بغداد. اهلا وسهلا ابو شهد. ابو شهد بلا زحمه بس ناصينا التلفزيون واسمعني من التليفون رجاء. نعم حاضر. اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، تفضل يا ابو شهد. الشمري من محافظه بغداد العاصمه. اهلا وسهلا بك ابو شهد، تفضل. اولا نشكركم على هذا البرنامج الجميل واللطيف اللي بحاجه لكل عراقي او اغلب العراقيين اللي يعبرون عن معاناتهم في مساله التعذيب. قناه الرابعه حاضره باي وقت ابو شهد. من خلال برنامجكم نناشد الامم المتحده ومنظمه حقوق الانسان والرؤساء الثلاث في العراق على تدقيق واعاده محاكم جميع من عذب في التحقيق. وهذا اقدر اقول لكم 90% من المعتقلين هم معذبين واخذوا من عندهم الاعتراف بالاكراه. وهناك مساله ثانيه كذلك اناشد الامم المتحده ومنظمه حقوق الانسان والرئاسات الثلاث بمساله التعذيب الحالي في السجون الاصلاحيه. وهناك مساله في سجن حمدان في البصره، وهناك تقريبا ألف معتقل على أربعة أرحاب يعانون ما يعانون من المرار بسبب التعامل الطائفي من قبل أشخاص للأسف ينتمون إلى ميليشيات غير عادلة خارج عن القانون، ومنهم ومنهم باسم أستاذ باسم المعاون مدير السجن، ومنهم محي مسؤول وجبة، وكذلك مسلم مسؤول وجبة. وهؤلاء المعتقلين الآن هم يمرون في مضايقات وتعذيب جسدي وكذلك تهديد بالميليشيات الخارج عن القانون. إن شاء الله أبو شهد إن شاء الله يوصل صوتك. شكرا جزيلا لاتصالك، شكرا جزيلا. إذا عندنا اتصال. طيب، يغطي التقرير الفترة الواقعة، طبعا تقرير الأمم المتحدة، الفترة الواقعة بين الأول من يوليو 2019 ولغاية 30 من أبريل 2021، ويستند إلى مقابلات مع 235 شخصا. مجلس القضاء الأعلى رفض حالات التعذيب التي تحصل من قبل بعض الأجهزة الأمنية أثناء التحقيق، وكلنا ثقة أكيد بالقضاء والسيد فائق زيدان وحياديتهم لمحاسبة هكذا أفعال. إذن عندنا اتصال من أبو أحمد من كركوك. أهلا وسهلا أبو أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شلونك أختي؟ شلون أهلا وسهلا على رأس أبويا. والله يا أختي إحنا بالتعذيب راضين يعني، بس إحنا بس نريد نلقاهم وين صاروا يعني المعتقلين. أكو مخفيين
طيب. يعني بإقليم كردستان من 2015 أخذوهم بدون لا صوت ولا ذنب إلى سليمانية، ولحد الآن أي خبر ماكو. من 2015؟ نعم من 2015 ولحد الآن، هسه بس أريد نعرف السبب شنو هم ما جاي نعرف. حيصير لهم 7 سنوات مفقودين أصلاً. إي والله صح. زين راجعتوا دوائر حكومية، سجون، مستشفيات؟ راجعنا الأصلي بالدوائر الحكومية، كل شيء راجعنا. يعني هم اعتقلوهم لو طلع وين فقد لو شنو؟ شنو المشكلة؟ لا احنا مهجرين نازحين مو صلاح الدين. زين. فكم شهر هناك وبين جت سيارات مدنية واخذوهم، وقتها يعني الأمن الكردي كان موجود. بحضور الأمن الكردي؟ نعم طبعا. زين راجعتوا الأمن الكردي في إقليم كردستان؟ قالوا استخبارات احنا الامن الكردي. يعني ورثتها اذا تسال يقول لك ما موجود يمنا. اكيد ان شاء الله نفتح ملف المغيبين ابو شهد. ابو احمد عذرا، ان شاء الله نفتح ملف المغيبين في حلقه من الحلقات ان شاء الله. شكرا جزيلا لك ابو احمد من كركوك. إذا مشاهدينا، تقرير أممي تم نشره سلط الضوء على الانتهاكات والخروقات الجسمية لحقوق الإنسان المرتكبة في المعتقلات العراقية خلال الفترة الممتدة من 1 تموز 2019 إلى 30 من نيسان عام 2021. اعتمد التقرير على مقابلات أجريت في معرض سؤال المعتقلين عن ظروف الاعتقال، كشفوا عن تعرضهم في كثير من الأحيان للضرب المبرح وإجبارهم على وضعيات مجهدة والصعق بالكهرباء والخنق، إضافة إلى اعتداءات جنسية. عندنا اتصال كرار من النجف. أهلا وسهلا بك كرار. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. تفضل كرار. ألو كرار أسمعك، إذا دا تسمعني نصيلي صوت التلفزيون واسمعني من التليفون بلا زحمة. شكرا جزيلا. تفضل. يعني عندي مداخلة بسيطة. تفضل. قضية جوهرية. نعم. هاي القضية الجوهرية اللي راح أذكرها إنه ما جاء أحد يتطرق إلها. وهي. كرار. انقطع الاتصال بكرار من النجف، نعتذر، ننتظر اتصالك بالحلقة الجاية إن شاء الله. إذا مشاهدينا، قاتل بلا جريمة ومقتولة بلا جثة ومحقق يتفاخر بإنجازه أمام الشاشات ولم يخطر في باله أن الدوائر ستدور وتظهر زوجة المتهم البريء ويصبح المحقق معتقلا والمعتقل حرا. نلتقيكم في حلقة أخرى.